لحن مجروح جاي آخر روح يحكي وطن بالبال مشتاق بده يبوح داير ع نغمة ريح صلي الوجع تسبيح والما معه تصريح تيعي شوين يروح والما معه تصريح تيعي شوين يروح جروح جاي عآخر روح يحكي وطن. في بداية الثورة كان في مظاهرة اسمها مظاهرة الإذاعة، تذكروها؟ مين استشهد فيها؟ عبد الواحد هنداوي. طيب، بهداك النهار كان في طفل من ضمن الأطفال الموجودين بالمظاهرة وصار معه حادثة. شوفوا إيش صار بهالمظاهرة. لم يكن يوما عابرا في مدينة حلب يوم تشييع عبد الواحد هنداوي. أكثر من 15,000 مشيع تحول التشييع إلى مظاهرة ليحاصرها الأمن ويبدأ بإطلاق الرصاص على المتظاهرين الذين كان من بينهم الطفل محمد. أصابته رصاصة في ظهره وصاح: أنا استشهدت. ثم ركض إلى والده وقال: سامحني يوب. يوب، انت سامحني لك ابني لانه بوقتها ما قدرت احميك. لا يوب، لا يوب، انا روحي فداك وفدا سوريا، طلعنا في سبيل الله حتى نستشهد. اه يا ابني انا مسامحك، الله يرضى عليك دنيا واخره، بس بتمنى من اطفال سوريا واطفال العالم كل طفل وكل شاب طالع على هالدنيا جديدة طالب بحقه، لأنه نحن كان ضايع حقنا ورح نشوف النصر. يا ابني هاي بشائر كلها نصر، الله يرضى عليك. سامحني وسلم على أمي وعا تنسى الدم اللي انهدر مني جرحي مسكو لونه دمي. يا يوب سامحني وسلم على أمي. يا يوب سامحني وسلم على ام يا سامحني وسلم على امي. يا سامحني وسلم على امي وتنسى الدم اللي انهدر مني جرحي مسكو لونه دمي. يا يوم سامحني وسلم على امي. يا يوم سامح سلم على إيه. أنا الكتالوني والله شبيحة ما يخاف من الله. أنا الكتالوني والله شبيحة ما يخاف من الله. أنا الكتالوني والله شبيحة ما يخاف من الله.
أنا القتلوني على امي يوب سامحني وسلم على امي يوب سامحني وسلم على امي واتسلمي لين هدر مني جرحي مسكوب لونه دمي يا يوب سامحني وسلم على امي يا يوب سامحني وسلم على امي اخواتي يا اخواتي كلكم في مهجتي اخواتي يا اخواتي كلكم في مهجتي اخواتي يا اخواتي كلكم في مهجتي سلم على امي كلما اقبل شقيق دائما عندنا عيد كلما اقبل شقيق دائما عندنا عيد كلما اقبل شقيق دائما عندنا شر سعيد كلكم في شفاعتي يا يوم سامحني وسلم على امي يوم سامحني وسلم على امي يوم سامحني وسلم على امي واعطي دمي لين هدر مني جرحي مسكوب لونه دمي يوم سامحني وسلم على امي يوم سامحني وسلم على امي الاولى لكم والاخرات كل حصون الكافرات الاولى لكم والاخرات كل حصون الكافرات صائلي
الجميع لا فرق بين أحبتي. يا يوم سامحني وسلم على أمي، يا يوم سامحني وسلم على أمي، يوم سامحني وسلم على أمي. أوعى تنسى دمي مين هدر مني جرحي مسكوب لونه دمي. يوم سامحني وسلم على أمي، يوم سامحني وسلم على إيه. الفيسبوك استوردنا منه كتير. ثورة مصر اشتغلوا على الفيس، وعنا هون الشباب كمان اشتغلوا. في ناس اشتغلوا للثورة، وفي ناس شوفوا ايش اشتغلوا للثورة. يا زلمة ما بعرف ايش عم يصير مع هالشعب، عايفين الثورة وقاعدين ببيوتهم كأنه البلد ما في شيء وما بلدهم. يا ابن الحلال، للمرة المليون صار أقول لك أنا شل لي هالموضوع من راسك. خلص أنت مو عارفين حالك، مش عم تقدم للثورة وللبلد. صحيح احنا ببلاد الغربة هون بتركيا، بس عارفين حالنا شو عم نشتغل ونقدم. لك آخ ما بعرف شلون هالشعب بيفكر. خيوش قد اجاك لايكات اليوم؟ لك عيفة على الله، كل اللي أجوني 15 لايك ما بنحكى فيهم يا ابن الحلال. قلت لك ضخم الخبر شوي، بس انت ما بعرف شلون حط لك صورة شهيد يكون كله دم وشوف شلون بيجيك لايكات مثل الكذب. تعرف كلامك فيه وجهة نظر، يلا مرتك جاي ان شاء الله كله في سبيل الله. هات هات اعطينا هالمي المعدنية من جنبك. تفضل. صحيح ايش وضع الشباب بالجنوبي؟ والله على ما سمعت لك واللي شفته هلأ من شوي انه وضعهم كتير كويس، وهلأ صار ياضين ضيعتين وريسمين على الثالثة ومجهزين لاقتحام جديد ان شاء الله. اوف خيو، بس اجاك خبر جديد اللي عليه مشان انزله على صفحتي، صار لي نص ساعة ما كتبت ولا بوست. روح لك شوف لي هالفرفورة، هي بتعرفها شي؟ فرجيني صورته. ما يحيط صورة، بس شوف لي اسمه بتعرفه؟ ما عرفته. لك دخيلك، انت بعت له صورتك اللي تصورتها بحلب من سنه ونص وانت شايل باروده. مو عيب لا تخاف علي. روحي بعتت لي بوست وقالت الله يحميكم. لك الله يسلمك نظر عيني. لا 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 خير ان شاء الله. ايش في؟ لك النظام تسلل على حاره من حاراتنا وصار اشتباك وراح من عنا 3 شهداء. ولي على هالصواب، هلا بشمتوا فيني رفقاتي المأيدين. رفقاتك مين؟ المأيدين. يا حبيبي. نبقى الآن مع فقرة الشهيد. بقالي مصدق رايح عجن ولك اخ اخ. لك وين رحت؟ وين رحت يا بطل؟ وين رحت وتركتنا؟ لا تزعلوا، أنا الشهيد. افرحولي، البكي ما بيريحني. اللي بيريحني إنك تستعمل البارودة هاي بالمكان الصحيح، مثل ما أقسمنا، وإنه تكملوا طريقكم حتى إسقاط النظام، حتى تردوا الظلم عن كل الناس. وانتو
أنا استشهدت بأول شارع تحرر بحلب، بس أكيد هلا بعد 3 سنين من الثورة النظام سقط والجيش الحر كله توحد، وهلا عايشين ومبسوطين والجيش الحر عم يحمي حدود سوريا كلها. بس كنت عم اسأل حالي سؤال، معقول بشار الأسد بعد هالإجرام كله يهرب من المحاكمة؟ أكيد السوار وصلوا لقصره وجابوه وحاكموه. أكيد 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 منشد حلب، منشد الثورة السورية أبو الجود. انتحل يا ويل ويلي ودرب حلب يا حلب، انا مشيته كله قصف صاروخ يا ويلي ويابا كله قصف صاروخي، ولك حاجة تبكي وتنوحي
حاج تبكي وتنوحي وباشر يجي النصر يا عيون عيوني وإن شاء الله بيجي النصر يا عيوني ويما ويا يما وهات الرشاشي قلبا للجنة من الصبح ماشي قالت لي مصوب على الحراشي وقلت لها مصوب نصر الدينا ويما ويا يما وهات الرشاشي قلبا للجنة من الصبح ماشي قالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب نصر الدينا وقلت لي يا يما وما حد همه ويلعن أبوه خيه وعمه وفلتان وما حد عارف يلمه ولنجيب راسك حسه بيدينا ويما ويا يما هات الرشاشي وطلبت للجنة ومن الصبح ماشي وقالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب نصرنا لدينا وقلت لي يا يما وما حد همه ويلعن أبوه وغيه وعمه وفلدان وما حد عارف يلمه ولن براسك حزة بيدينا يما ويا يما وهات الرشاشي طلبتني الجنة ومن الصبح ماشي قالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب نصرنا بدينا لك يما ويا يما ومحلى الكاتيوشا على كتف السوري بدل الخرطوشة وقالت يا يما ولا تعمل طوشة قلت لها عامل والحامي الله ويما ويا يما وهات الرشاشي طلبتني الجنة ونصبح ماشي وقالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب انصر هالدينة الجنة من الصبح ماشي وقالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب انصر هالدينا ويا لالا اللي امان ويا لالا من حكم الطغياني ويا مو يا يا مو وداخلك يا يا مو ويا مو يا يا مو وداخلك يا يا مو آخر أيامه هالبطة هالأهبلاني قصف الكواني تعال وشوف يا قاتل أهلي بالصارو سوريا لسه بخيرها والله يعوض الله وسكبها
فتحت له أبواب اسكابايا يا دموع العين اسكابا على شهداء سوريا وشباب لك هاون يا ويلي هاوي قصفت شعبك يا الحلبية وبدنا نسقط النظام والعصابة الأسدية ونصرك نصرك يا الله على العصابة الأسدية حلبية حلبية ونحن رجال الحلبية حلبية حلبية ونحن رجال الحلبية وبدنا نسقط النظام والعصابة الأسدية ونصرك نصرك يا الله على العصابة الأسدية رش ورد ورش ورز ودين محمد كله عين 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 ولك سوريا والله للكل ما عنا طائفي ونصرك نصرك يا الله على العصابة الأسدية حلبية حلبية نحن رجال الحلبية حلبية حلبية ونحن رجال الحلبية وبدنا نسقط هالنظام والعصابة الأسدية ونصرك نصرك يا الله هالعصابة الأسدية واني داخل عحالة بصلاح الدين الأبية 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 ولك فيها رجال تهز جبال هز نظام البعثية ونصرك نصرك يا الله على عصابة الأسدية حلبية حلبية ونحن رجال الحلبية حلبية حلبية ونحن رجال الحلبية وبدنا نسقط النظام والعصابة الأسدية ونصرك نصرك يا الله على العصابة الأسدية اهداء ل... اللي تركوا سوريا وطلعوا اهداء لهم ما انا نقول سوار الخارج يلي تركوا سوريا وطلعوا معلمنا ابو هادي جاهزين بلدك عفتالامي ايد وايدك نبنيها هي بلدك عفتالامي ايد وايدك نبنيها خايف على روحك يا حي
غدر حمية يا مهاجر من سوريا تركت الدنيا وما فيها يا مهاجر من سوريا تركت الدنيا وما فيها هي بلدك عفت لمين ايد وايدك نبنيها هي بلدك عفت لمين ايد وايدك نبنيها خايف على روحك يا حيف روحي بداكي سوريا سوريا تعبت يا يوب عرب ما بيت فينا را سوريا تعبت يا يوب عرب ما بيت فينا را أرجع يا بلد العز وبعالي الصوت أحكي يا مهاجر من سوريا تركت الدنيا وما فيها يا مهاجر من سوريا تركت الدنيا وما فيها أي بلدك عفت لمين إيد وإيدك نبنية أي بلدك عفت لمين إيد وإيدك نبنية خايف على روحك يا حيف روحي في داكي سوريا شكرا عزوني بالساعة الجديدة مع الفضاء مالك مجدي أنا باي عدل بحيي الحلبية والله رجال سكرتية الله بحيي الحلبية والله رجال سكرتية ما بتركع إلا لله ما بتهاب المانية يسلم لتراب اللي بتدوسه يا حلبي خطاب يا حلبي خطاب الله محيي الحلبيه